مرحبا. مرحبا. هلا. هلا. يا أهلا وسهلا. كيفك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله كويس كتير. كنت بمحاضرة من شوي. محمد بن هاسرين واخاد نولد بإزار شتمون بوها كونفليكت. هو ستودنت لرفقاء بعزة شخايم مخلات السكرت كبر همون شنين. لأخر شنخصفتي إلاف بفيسبوك استكرمتي لسخي أخيته. أوكي، أول شي هاي حياتي ألتراي قد ما بقدر إنه أورجيك إياها كلها. أوكي. على طول الحياة أخذت معي كتير وقت، 5 أيام تقريبا، 208 صور، حتى صار في عندي شورتج وصرت أعبي فيها. Yes, it represents me كبني آدم عايش مع السكري. فبحس إن الحياة عبارة عن ميكس بين شخصية محمد اللي معه سكري اللي دائما بيحكي I'm greater than highs and lows، أو شخصية محمد العادية اللي أحيانا ممكن يكون فيها حاجات let's say positive vibes تكون موجودة، شوية مسلسلات وبحب يحضرها، وهي حاجة صراحة بتخليني أو بتمثلني أنا، بس ما راح تكون بتمثل حد تاني بالعالم، إنه مش كل حد حيفوت زوم يلاقي حيطة زي هاي وراء ويجي يسأل طب شو هذا الإشي. احكي لي هيك، كيف السكري غير في حياتك؟ أنا شخص بتعيش مع السكري من فبراير 2011، فكانت رحلة يعني خليني أحكي صعبة بالأول، وأنا دائما بحب أحكي عن حياتي مع السكري زي مغامرة، إنه ما بنعرف كيف بتبدأ. إحنا لما بنروح على أي مكان ما بنعرف كيف بيكون منظره أو كيف بيبين، وبنبدأ نفوت فيه شوي شوي لحتى نستكشف ونعرف عنه أكثر، وشوي شوي بنكبر فيه وبنعرف عنه أكثر وبنتعلم عنه أكثر لحد ما نصل لليفل إنه إحنا مبسوطين باللي إحنا وصلين فيه. محمد هفاخ للسامل بمافاكو بمخلات السكرت، هو بايل بيرجونين بين لوميين وبرشتات خبراتيات كده لعلات مضاوت لمخلة. كنت منزل بوست في اليوم العالمي للسكري كتير طويل عن إنه أنا إحنا ووريرز وبنحارب وبنعمل وبنسوي وكل البوزيتيف ثوتس اللي ممكن تطلع لحد متعايش مع السكري، وطلع هذا البوست لكل الجامعة. ومن وقتها حسيت إنه هذه التيرنينج بوينت تبعتي. ريسنتلي في نوفمبر 2020 يعني يمكن اشتغلت مع 5 أو 6 جهات بغزة، وعملنا ميتينج مع التوازن في الأراضي المحتلة في الداخل. يعني تعرف تذكرت جملة اللي حكيت لي إياها إنه إحنا ممكن نخلق الفرص، يعني إنه أنا شوية صرت أفكر يعني معقول أنا مثلاً عن جد يكون عندي فرص أو العالم مفتوح كبار أكثر من محمد، بس كيف ما أنا شايف إنه لا، أنت عن جد بتخلق الفرص. لكن إحنا مثلاً نتعب على حالنا لحتى لما تجينا هاي الفرصة اللي إحنا بنستناها نحاول نستغلها كويس لحتى نطلع بأحسن طريقة ممكنة بهاي الفرصة يعني. وهذا الاشي صراحة بحسه انه it reflects something جواتنا احنا كفلسطينية، انه بدأنا والحياة صعبة بالنسبة لنا، فالحياة علمتنا من مصغرنا انه احنا لازم نعطي اكثر ونحارب اكثر لحتى نكون مشهور ونعرف نستغل الفرص لما تجينا هاي الفرص. بغزة in general يعني بحسها بتعاني كتير من كل حاجة، احنا عارفين هذا الاشي، بس لما أنا أتكلم عن السكري بحس في إشيان أساسيين أو يمكن 3 بس إشيان أساسيين إحنا نطلع لهم، والمجتمع بيكون بيلعب دور كتير كبير بكيف حياتي الستريسفول هاي بدها تمشي. على الناحية الثانية لما يكون أنا عندي نظام صحي، خليني أحكي بالنسبة لي أنا لما أطلع عليه بعتبره سيء جدا. أنا أتكلم عن نظام صحي حكومي أو الوكالة اللي هم تبعون اللاجئين الأنروا، ما بنفع أنا مثلا كشخص متعايش مع السكري لما أروح أراجع بالعيادات الحكومية أشوف طبيب عام، لا أنا لازم أشوف طبيب غدد صماء أو طبيب إندو أو أشوف مثقف سكري. غزة كلها ما فيش فيها ولا مثقف سكري بالمرة، ولا حد entitled as a diabetes indicator بكل قطاع غزة. إيش بتحب تحكي هيك كلمة أخيرة اللي زي بتعبر عن كل هاي المسيرة اللي أنت مرت فيها؟ بحس إنه السكري هو قضية، وزي بالضبط زي القضية الفلسطينية تبعتنا وكيف إحنا بنحكي فيها، بحس إنه السكري بنفس الإشي زي هيك. كتير ناس بيبدوا بالطريقة اللي إحنا بدينا فيها، ممكن طرق أحسن أو طرق أسوأ، بمروا بتجارب زي اللي إحنا بنمر فيها أو تختلف يعني، بس في النهاية كلنا بنمر بتجارب توصلنا لليفل معين. بس إحنا عشان إحنا نسمع هذول الأشخاص ونسمع كل العالم صوتنا لازم يكون صوتنا عالي ونناصر بهاي القضية.